انطلقت فعاليات ماراثون دراجات القاهرة، واللي تم تنظيمه مشاركة أكثر من 700 دراجة من مراكز الشباب، كمان بحضور ما يقارب 50 من السفراء العرب والأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة وعدد من الرياضيين. طبعا الفعاليات بيتم تنظيمها في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري، ضمن طبعا استعدادات مصر لاستضافة المنتدى. تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ جديد. يا اهلا بيك يا فندم. ايه ابرز الفعاليات اللي موجوده في ماراثون درجات القاهره؟ هو حضرتك احنا ماراثون القاهره زي ما حضرتك قلت كده على هامش المنتدى الحضري اللي بنستضيفه مصر ان شاء الله في الفتره القادمه. كانت توجيهات معالي وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي والدكتور اشرف والدكتور ابراهيم صادق محافظ القاهره لتنظيم مهرجان للدرجات يضم عدد من شبابنا ورياضينا ويدعو في مجموعه من سفراء الدول الاجنبيه لمشاهده ظروف مصر الكدويه ويشوفوا جمال مصر بلدنا جميله ازاي. جميله ومنشاتها. فانطلقنا من امام ديوان عام محافظه القاهره في ميدان عابدين انطلاقا يمينا مع اتجاه سن الشارع في شارع محمد سليم حتى ميدان محمد نجيب، استمرار في شارع محمد فريد الى نهايته، خروج يسارا الى شارع 26 يوليو، ثم الاتجاه يسارا الى شارع طلعت حرب والاستمرار حتى ميدان طلعت حرب، ومرورا بشارع قصر النيل وميدان التحرير، ثم دخولا الى كوبري قصر النيل ونهايه خط السير كان في حديقه الحريه في امام الاوبرا. شارك معانا اكثر من 700 شاب وفتاه غير فريق السكيت كان ماشي معانا. قدمنا في بعض الفقرات الفنيه زي فقره فنيه في بدايه السباق فرعونيه زي ما بيبين كده على الشاشه. دخول فقره السباق كنا بنقدم فقرات الفن الشعبي المصري الجميل لقب تحتال وتبقى صوره جميله جدا ل عظيم للانشطه المصريه الاصيله زي التنوره والفن الشعبي والدبكه والفن الشعبي بتاعنا الجميل دوت الجايب ولقب استحسان من جميع شبابنا ولقب استحسان من الوقود والسفراء الاجانب اللي كانوا معانا. ثم انهينا في حديقه الحريه وكان في فقره فنيه كده برضه بنقدمها في نهايه فقره. طيب حابين نعرف كمان ايه الاهداف بقى والرسائل يعني الخاصه جدا اللي انتم بتقدموها من خلال تدشين هذا الماراثون، وخصوصا في ان احنا طبعا في الايام قريبه بتفصلنا عن بدايه المنتدى الحضري المصري في القاهره. حضرتك احنا بانشطه بنقدمها على هامش المنتدى وبنشوفها ازاي مصر طورت وازاي المناطق الحضريه بقت موجوده على هامش هذا اليوم. امبارح كان عندنا تدشين لبطوله خماسي كره القدم للمناطق الحضريه اللي عندنا في القاهره وفي مدينه الاسمرات ومدينه معن ومدينه اهالينا ومدينه المحروسه. ان شاء الله الختام بتاعها هيبقى يوم الاحد اثناء زياره الوفد لمدينه الاسمرات الساعه 3 وبنقدم فيها جوائز ماليه للفائزين الاربعه. السيد الاول هيسلم شيك ب 9000 جنيه والثاني 8 والثالث 7 والرابع 6000 جنيه. ان شاء الله باذن الله تكون معالي وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي والدكتور ابراهيم صاحب محافظ القاهره والوفود الاجنبيه اللي هتبقى موجوده في شوف ايه مين الوفود الاجنبيه اللي كانت موجوده؟ اللي كان عندنا كان معانا امبارح السفير الامريكي والسفير الماليزي السفير الكويتي والسفير الماليزي والسفير الاندونيسي ومجموعه من السلك الدبلوماسي للدول كانوا مشاركين معنا في مهرجان درجات امبارح. يوم الاحد ان شاء الله هنشوف مين اللي هيحضر معنا، هيسجل معنا حضور للوفود وان شاء الله باذن الله نبقى نتابع مع حضرتك كده بالحضور وان شاء الله ندعو حضرتك تحضري معانا تشوفي النهائيات وتسلموا معانا الجوائز باذن الله. متشرف طبعا يا فندم. فكرة يعني الناس تشوف الأسمرات والوفود يشوف الأسمرات زي ما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كده، مفيش دولة في العالم بتعمل اللي احنا بنعمله، مفيش دولة بتدي شقة كاملة بفرشها بالفرش بالأجهزة وبتنقل المواطنين أهلنا المصريين.
المصريين اللي كانوا عايشين في المناطق العشوائيه لمناطق حضريه بالشكل ده، زي شقق دخاله كامله. طبعا ده مجهود كبير جدا جدا لازم يتم القبض عليه. حاجه مشرفه فعلا. فاحنا قصدنا ان احنا نعمل الدوره الرياضيه في هذه المنطقه عشان نوري الجمهور ازاي المنطقه دي عايشه وازاي انتقلت من منطقه عشوائيه. طبعا ده مهم جدا يا دكتور احمد، يعني وزي ما حضرتك قلت كده انه الجوله بتاعت الماراثون جابت شوارع القاهره، وصلنا لميدان طلعت حرب، فشفنا الاحياء والمناطق القديمه، وكمان رحنا شفنا اللي بيحصل من تطوير في المناطق الجديده، وشفنا حي الاسمرات. كنت عايز اعرف بس من حضرتك سريعا ردود فعل المشاركين من سفراء الدول الاجنبيه الموجودين في مصر. الردود كانت كويسه جدا جدا، وكانوا مبسوطين جدا، وده عبروا عنه في نهايه المهرجان في الحفله الاختتاميه اللي كنا عاملينها فيها حضرتك الفضيه، ومدى السماح والاستحسان اللي قدموه لمعالي الدكتور صبحي ومعالي المحافظ، وشكروهم جدا على هذه الدعوه الكريمه. عظيم. وهم مستعدين ان هم يشاركوا معانا في مثل هذه المهرجانات مرات ومرات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. كل الشكر ليك دكتور احمد عبد الوكيل، وكيل وزاره الشباب والرياضه بالقاهره.